فما جوين فما خضرين وثما حمزة عبد اليوم ترها كبير. طبيعة الحمد لله ساعة الفيكتوار هذه نتصور يخلينا معناتها نكملوا الماتش اللي مازال مرتاحين. كما قلت الميريت يرجع للجوارات الكل سورتو فما ديزيكسبلو انديفيديويل صاروا الولاد يعطيهم الصحة الكل ما قصروش وان شاء الله بقدرة ربي نكملوا هكا وان شاء الله في البلاي اوف نوريو وجه مخير وفرحوا الجمهور هذا اللي تعب الحق على خاطرنا وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. اليوم ستاف عطاك توجيهات خاصه في الماتش ربما كنت مركاج انا مع ايدو مع غيره اليوم بالطبيعه سورتو عملنا معناتها فيزيون جبيه قبل الماتش قعدنا نقراو في الادفيرسير بالكدا الحمد لله معناتها كيما قلت فما معناتها دي كونسي انديفيديويل قاعدين يسيروا كل واحد طبق اللي عليه صار كل شيء بيان معناتها الاولاد قاعدين نكومونيكيو بالكدا ما بين بعضنا الحمد لله كما قلت لك ان شاء الله استاد ان شاء الله بقدره ربي تشوفوا وجه مخير ان شاء الله. الشوط الاول رفيقكم تكلمتوا برشا في بعضكم فما شويه برشا وش بوتوني وجا في وقته بعد في الفيسير صلح الكوميونيكاسيون رجعوا كان مخير. بالطبيعه عملنا اون تام فريمون مش كالعاده عملنا به البونتو عرفنا اللي بشي بيان سور باش تقبل البونتو كيما نكيكه معناتها باش تخليك شويه اكسيتي تخليك معناتها كيما نقولوا على اعصابك شويه الحمد لله اما نكلم قعدنا نخلقوا في الفرص الحمد لله ماركينا البونتو في وقت باهي جيم على الميتون دوزيام ميتون قعدنا نحكيو بيان لازم معناتها ترونكيل شويه نعملوا كالم نقعدوا كالم في دوزيام ميتون الحمد لله دخلنا ماركينا بونتو عرفنا كيف نستحوذوا عليه الولاد كل كانوا مركزين عارفين على شنو جايين حكينا مع بعضنا تروا بوان تاعنا هنا في باردو والحمد لله الحمد لله حمزه مبروك البلاي اوف اليوم في المرتبه الاولى باستحقاق باش تمشي تلعب لتوال في سوسه ديبلاسمون صعيب حظوظك ولكن تمشي مرتاح شويه بعد ما ربحت الديربي اليوم بالطبيعه كيما قلت لك نحن اللي عارفين اللي معناتها نحن الماتش الاخراني الجورني الاخراني ما نلعبوش عندنا سوسه عندنا لتوال في سوسه نهار السبت ذاك علاش قلت لك نحن دخلنا على تروا بوان باش نكونوا مرتاحين كونتر لتوال ان شاء الله ربي يوفقنا بالطبيعه باش نعاودوا نمشيو لسوسه كيف كيف على التروا بوان معناتها وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله بالطبيعه علاش ليه سورتو قاعدين نخدموا مع الستاف نتاعنا قاعدين نطبقوا في لي كونسيلي نتاع لونترونور الحمد لله معناتها قاعدين نعطيو في ثقه كل مره لبعضنا اكثر اوتوماتيزم قاعده تتخلق الحمد لله قاعدة تخرج كما قلت الكرة معناتها بشوية بشوية مركزين الولاد كل واحد يعرف شنو يعمل والحمد لله إن شاء الله والله خرجت الكرة كانت تعاودوها تنعاودوا وشوفوا والكرة خرجت قدامي خرجت كومبليتمون معناتها ظاهرة معناتها كيف خرجت يعطيهم الصحة اليوم معناتها الناس كل ما قصرتش الولاد وكما قلت لك إن شاء الله من حسن إلى أحسن.